واقعا أنا يعني عاجز أن أحكي عن وعن سيرة هذا الرجل العملاق المجاهد اللي أنا واكبته من أيام الطفولة وأيام الغربة سنين طوال. وجدته نقي الثوب طاهر القلب، يده بيضاء لم يمدها على مال الحرام، لم يساوم على دينه وعلى وطنه، كان باذل يبذل جهده للناس في خدماتهم في قضاء حوائجهم، كان ترابي المنشأ متواضع في أمره. طيلة حياته كل ما أدخل عليه كان القلم والكتاب في يديه. أنا دائما أقول حتى للطلاب في الجامعة، أقول لهم ليس المهم أن نحيا، المهم أن كيف أن نحيا، هو السؤال المهم هذا. أكون إنسان عادي لأترك بصماتي؟ ترك السيد المرحوم العزيز الكبير سيد صلاح أثرا في المجتمع، أرخ التاريخ بأصعب الظروف، وأنا أزعم أنه لم يميل لا شرق لا يمين ولا يسار، كتبه بنزاهة كاملة وبشرفية كاملة رغم حياته الصعبة وصعوبة العيش، كان يقاوم كل الإغراءات، لم يعطي يعني كتب التاريخ بأيادي نظيفة. إذا تريد تقرأ تاريخ القرن الماضي السياسي ارجع إلى مصادره، راح تشوفها مليئة بالمعلومات والوثائق، وهذا نادر في هالزمان هذا. الرجل بدأ حياته وختمها بالإباء والشرفية والثبات على المبدأ. أنا أذكر من أول شبابه عندما اغتيل أو استشهد أحد المجاهدين قيس البلداوي يسموه، كان في معهد الحلة المرحوم السيد أخي الكبير، وكانوا البحثية في وجود حشد قوي من البحثية المجرمين، فصعد على المنصة. أتذكر من كلماته يخاطب المرحوم يقول الحمد لله الذي لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، وإشارة واضحة انقلبت الدنيا. كان شجاعا يواجه ولا يخشى، ونحن بحاجة إلى هذا المثل كبير لكل الصحفيين والإعلاميين أن لا يساومون على مبدأ معين. العراق والدين، الدين والعراق هم الأساس. الآن احنا أمام دار السيد صلاح السيد مهدي الخرسان، الخطيب المؤرخ الكبير وخطيب المنابر الإعلامية الشهير في برامجه الشهيرة، وإعلامي ومجاهد ومن أسرة مجاهدة ومن أسرة قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات من أجل العراق. ولذلك بهذه المناسبة الأليمة نعزي جميع الأسر المجاهدة وجميع الأسرة الإعلامية التي كان جزءا منها، وكان كما قلت خطيب المنابر الإعلامية في الدفاع عن العراق وعن حقوقه. كان للفقيد الأثر الواضح في تاريخ الحركة الإسلامية والحركة السياسية في العراق للعراق الحديث بعد التأسيس عام 1921 إلى زمننا الحاضر. أغنى المكتبة بما كتب، وأغنى الإعلام بما قدم، وقدمت الأسرة الكثير، ولصلاح الخرسان رحمه الله بصمة واضحة في التاريخ السياسي المعاصر. عظم الله الأجر لأسرته وذويه ولكل محبيه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يحشره مع آبائه ومواليه محمد وآل محمد. وأختم قولي هذا وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. رحمك الله أخي يا سيد صلاح، وقد كنت وفيا ورفيق درب مخلص، تعارفنا وعملنا منذ سنوات طويلة في سوريا ولبنان وإيران، وكنت مجاهدا وصادقا ولسان صدق، ونطقت بالكثير مما كان يخشاه أن ينطق به الآخرون. السيد رحمه الله كان على درجة عالية من الإخلاص والصدق والجدية والمثابرة، وكان باحثا وكان ناطقا بحقائق لم يستطع غيره أن ينطق بها، وقد واكب العمل الجهادي منذ كنا في جبهات القتال، ومنذ كنا في الجبال وشمال العراق وفي سوريا، فقد جمع بين الجهاد والكلمة الحق والتأليف والبحث والإخلاص والصدق في المواقف، ولم يكن مجاملا فيما يعتقد به وفيما يؤمن به، قويا في ذات الله، قويا في كلمة الحق. رحمك الله سيدنا أبو نبراس، وتغمدك الله برحمته الواسعة، وأخلف على أولادك وذويك وأهلك وأصدقائك وإخوانك بالصبر الجميل والفرج القريب، ورحمة الله وبركاته عليك، وإن شاء الله مستقرك مع أجدادك الطاهرين وأخوانك الشهداء الذين سبقوك إلى رحمة الله.